انا بعتبر نفسي تعرف انت مين بيقصيك من الدراما السوريه؟ ما عندك مطرح بالدراما السوريه؟ اقصاء؟ ايه ما بعرف. انا بنت السينما. ما بعرف، هذا سؤال ما بيتوجه لإلي. لانه انت سينما و انا بنت السينما بس اصلا. بس كدراما انا اشتغلت فقط هو كدراما عموما. هذا سؤال بجد مش لإلي، بنسأل لإلهم انه انا مش لم يعني لم اغيب انا نفسي يوم. منتجين تسأل عنه المؤسسة السينما ويسأل عنه الإعلام السوري. رغدة صدقا المنتج بيخاف من اسمك؟ ليش؟ يعني بيخاف إرضائك أو تسويق اسمك؟ لا، هو أكيد أنا قعدت فترة يعني مقاطعة من بعض وليس الكل، من بعض البلاد يعني التلفزيونات نتيجة لمواقفي من أيام العراق ثم حرب تموز 2006 وموقفي الأخير اللي أنا بعتز فيه تجاه دولتي ورئيسي. فطبيعي أنه بعض يعني المحطات أن ترضي أطراف ما. بس هذا يعني ما بيفرق كثير. رح أحكي عن السياسة ورح أحكي عن دكتور بشار الأسد رئيس سوريا، ولكن الحالي المنتخب، ولكن بدي ضل بهالعرش والنجومية تبعيتك. رمضان الماضي كنت بالشك، مسلسل الشك. في ناس قالوا انه حضروا المسلسل كرمال مي عز الدين، في ناس قالوا لا كرمال رغدة. هذا مي بنت رائعة إلى جمهورها، الله يوفقها ودايما ربنا يكرمها يا رب. جد بنت رائعة وتستحق أن تكون لها نسبة مشاهدة عالية، وأنا الحمد لله يعني مع تواضعي الحقيقة إلي تاريخي وإلي سينمائي كمان إلي جمهور يعني. فشيء جميل أن يجتمع جمهورها مع جمهوري، مع جمهور الأستاذ حسين فهمي وكل الشباب الرائعين اللي كانوا موجودين.